السؤال الثاني: ما حكم مس عورة الطفل؟ هل تنقض الوضوء أم لا؟ وإلى متى يبقى الحكم؟ أي إلى أي سن للطفل يبقى الحكم إذا كان بعدم نقض اللمس للوضوء؟ نعم، مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء. مس الفرج قبلا كان أو دبرا ينقض الوضوء من الكبير ومن الصغير، ألا فرق بين الكبير والصغير في هذا؟ نعم.